مين ضربه؟ ضرب مثالا في الشهامة مقدما تضحية كادت أن تودي بحياته. الشيخ صلاح الموجي، ذلك الرجل الذي تصدى بكل قوة للإرهابي الذي استهدف كنيسة ماري مينا بحلوان. وكشف عم صلاح بطل واقعة القبض على الإرهابي في هجوم كنيسة ماري مينا بحلوان عن تفاصيل الحادث، حيث قال أنه استيقظ على أصوات المسجد ينادي بأن إرهابيا اقتحم الكنيسة، ويتزامن مع الأصوات أعيرة نارية كثيفة بالقرب من منزله، فخرج مسرعا إلى الشارع ووجد أحد الأشخاص بمنتصف الشارع ممسكا بسلاح ناري بيده ويطلق النيران بصورة عشوائية تجاه الجانب الآخر من الشارع. وفي ثوان معدودة عندما تلقى الإرهابي رصاصة في قدمه وسقط على الأرض، انقض عليه وأمسك بالبندقية التي كان يحملها وضربه على رأسه ففقد الوعي، وتجمع أهالي المنطقة حوله وظلوا يضربونه انتقاما منه على قتله للناس في الشارع وترويعهم بضرب النار عشوائيا أثناء سيره بدم بارد. فالشيخ صلاح هو أحد أبناء المؤسسة العسكرية، حيث كان مجندا في سلاح المهندسين منذ 30 عاما، فهو دائما يؤمن بأن المسلم هو أخ للمسيحي، وأن مصر لم تعرف أبدا التفرقة العنصرية، وأنه سيتصدى لأي شخص يحاول مهاجمة أي مصري مسلم أو مسيحي. ريم سمير، الحياة اليوم.